السلام عليكم ورحمة الله. غادي نشوفوا ان شاء الله بريطن 420 في هذا الفيديو، والفيديو الثاني ان شاء الله غادي نشوفوا 750، وشنو الفرق ما بين 420 و 750، وشنو المميزات ديالهم، كل شيء الخصائص ديالهم. وان شاء الله غادي يكون حتى البري، وغيكون ان شاء الله اول فيديو غادي يكون بالعربية يشرح مميزات ديال الكونتورات بريطن 420 و 750. كما شفتوا فهذا هو كونتور برايتن 420 ريد، الكونتور لي جي بي اس كما كتشوف هو كيفاش داير. اول حاجه غادي نبداو هو ملي غادي نشعلوه، من بعد غادي نشوفوا لي زاكسيسوار اللي معاه. فالتشعيله تقريبا عندها ما بين 5 سكوند حتى 10 سكوند باش كيشعل. هذه هي الباج ديالو، ممكن انك تغير اي حاجه فيه، فيتاس مويان، كلشي في جي بي اس، زائد انك ممكن انك تدخل الباركور اللي بغيتي دير، وكيبدا يعطيك هنايا الباركور ديالك بالجي بي اس. ثاني حاجه غادي نشوفوا لي زاكسيسوار اللي غادي يكونوا معاه. ف تيكون معاه الكادونس، وتيكون معاه الشارجور ديالو اللي تبدل كابل شارج ديالو، وتيكون معاه السيبوره ديالتو لاي مهمه. السيبور ديالو كيجي مع اي ديلون، الكابلي اللي الى قدر الله انه تحل من بلاصتو ولا غيطيح ولا تيشدو، يعني تيتشد مع البيدون. والمهم في هادشي كامل هو الكاردياك، هذا صمتة ديال القلب، صمتة ديال القلب ديالك. وباش كيتمتاز برايتن 420 في الخفة الاداء ديالو، في الخفة ديالو، الشارج ديالو اللي كيضرب تقريبا 35 ساعة. هاد البرايتن 420 عندو الشارج تقريبا كيهز 435 ساعة تقريبا ديال الشارج. فالمميزات فيه جد زوينة، بلوتوث كيتكونيكتا مع التليفون، وكيعطيك جميع لي نورم ديالك في القلب، وفي الكادونس ديالك، وفي السبيد، وشحال طلعتي، شحال عطاتي ديال العقبه، يعني كلشي داكشي كدير تيليشارجمون في التليفون كيعطيك. فمميزات جد خطيره فيه، وزوين بزاف، وحتى الثمن ديالو ثمن جد مناسب، زائد انه فيه ضمان ديال سنه كامله.